Referring to figure 4.3, the pressure difference across the interface between point 1 and 2 is essentially capillary pressure. فيشير إلى figure 4.3 أن الفرق بين الضغط عبر الانترفيس عبر الحد الفاصل بين نقطة 1 ونقطة 2 هو capillary pressure. أو هو PC اللي هو capillary pressure يساوي P1 ناقصا P2. خلينا نشوف figure 4.3 شنو هو figure 4.3. إذا هذه نقطة 1 وهذه نقطة 2 وهذه نقطة 3 وهذه نقطة 4. keep it in your mind. هذا هو figure 4.3. وبالعودة إلى المحاضرة هنا إلى التكملة مالت المحاضرة. The pressure of water phase at point 2 is equal to the pressure at point 4 minus the head of the water. يعني P2 يساوي P4 ناقص رو جي اتش الماء ضغط عمود الماء. The pressure just above the interface at point 1. Point 1 و point 2 يعني نقطتين مجاورتين يفصل بها الانترفيس سطح الفاصل سطح الماء الفاصل بين الهواء والماء. The pressure just above the interface at point 2 represent the pressure of the air and is given by P1 equal P3 ناقصا rho gh للهواء. P3 ناقصا ضغط عمود الهواء. It should be noted that the pressure at point 4 within capillary tube is the same as that at point 3 outside the tube. Subtracting equation 26 من equation 27 راح اطرح هذه المعادله من هذه. ايش راح يصير عندي؟ PC احنا قلنا PC هو P1 ناقصا P2. ايش راح يصير عندي؟ PC equal GH delta rho rho water ناقص rho air GH delta P. زين where delta rho العفو GH delta rho where delta rho is the density difference between wetting and non-wetting phase. The density of the air or gas is negligible in comparison with the water density. إذا كثافة الغاز تكون قليلة بالمقارنة مع كثافة الماء. فلهذا كثافة الهواء هذه المعادلة راح نهملها. يعني هنا كأنما تهمل. بوحدات حقلية equation 28 شلون تصير شكلها؟ express equation 28 can be expressed as PC equal H على 144 دلتا رو. زين الجي وين راحت؟ الجي راحت عن طريق تحويل الوحدات. حولناها من الوحدات المختبرية البسيطة أو الصغيرة إلى الوحدات الحقلية. خلينا نشوف الوحدات الحقلية شلون تكون. PC هو pressure capillary pressure PSI والH اللي هو ارتفاع الماء داخل الانبوب الشعيري بالفوت والدلتا رو هو density difference بالباوند بير فوت تكعيب. زين in case of an oil water system equation 28 can be written as PC equal GH rho water ناقص rho oil GH delta rho. In practical units PC equal H على 144 رو ووتر ناقص رو اويل. هنا رو اويل ما اقدر اهملها لان رو اويل هنا قيمتها معتبرة مو مثل قيمة الرو غاز او رو اير تكون صغيرة بحيث اقدر اهملها. The capillary pressure equation can be expressed in term of surface and interfacial tension by combining equation 428 و 429 with equation 22 و 23. يعني راح اجمع كل هذه المعادلات ونطلع بنتيجة اللي هي PC equal 2 sigma gas water هذا رمز gas water cosine theta 2 sigma cosine theta على R and H اللي هو الارتفاع السائل بالانبوب الشعيري يساوي 2 sigma cosine theta على R G delta rho.
رو هي الووتر دينسيتي كثافه الماء جرام بير سي سي. السيجما غاز ووتر هي غاز ووتر سيرفس تنشن يعني بين غاز وسائل بالداين على سنتيمتر. الار كابيلاري راديوس بالسنتيمتر. ثيتا كونتاكت انجل. الاتش هو الكابيلاري ريس الارتفاع الشعيري بالسنتيمتر. جي اكسلريشن ديو تو جرافيتي سنتيمتر على سكند تربيع هذا التعجيل لعائد الجاذبية. بي كابيلاري بريشر داين على سنتيمتر مربع ضغط يمثل القوة على مسح. اويل ووتر سيستم بي سي يساوي 2 سيجما اويل ووتر كوساين ثيتا على ار. بي سي ايكوال 2 سيجما كوس 2 سيجما اويل ووتر كوساين ثيتا على ار. اند اتش 2 سيجما ووتر اويل كوساين ثيتا على ار. جي رو ووتر ناقص الرو اويل. هنا الفرق الوحيد بين هذه والمعادله السابقه هنا السيجما ووتر اويل، وبالمعادله السابقه كانت سيجما بين الغاز والسائل اللي هو غاز ووتر مثل ما واضح هنا. هذا هو يعني نفس المعادلات لكن الفرق ذيك بين غاز وسائل هنا بين سائلين. خلونا نلاحظ هنا بهذا المثال ايضا. بهذا المثال calculate the pressure difference او capillary pressure and capillary rise in an oil water system for the following data. انا عندي سيستم يتكون من سائلين واريد احسب له الكابيلاري بريشر والكابيلاري ريس. ثيتا 30 درجه، رو ووتر 1 جرام بير سي سي، رو اويل 0.75 جرام بير سي سي، ار اللي هو راديوس اوف كابيلاري تيوب 10 اس ماينس 4 سنتيمتر، سيجما اويل انترفيشال تنشن بين اويل ووتر 25 داين على سنتيمتر سوليوشن. Applying equation 32 اللي هو Vc يساوي 2 سيجما كوساين ثيتا على R. إذا يطلع لي ال Vc بالوحدات عفوا 3 في 10 أس 5 داين على سنتيمتر مربع. زين أحول الداين إلى PSI 1 داين على سنتيمتر مربع يساوي 1.45 في 10 أس ناقص. هنا أقل ال دي ناقص 5 PSI. زين Vc equal 6.26 وقت أقل من الوضع الخليف بـ 6.28 PSI. إذن ليش من الوضع هو أعلى؟ يعني ليش معنى الأوريل؟ شلون عرفنا الأوريل هو أعلى ضغط بـ 6.28 من الماء؟ ليش من الماء أعلى من ضغط الأوريل؟ النقطة الثانية كانت قولة الكابيلاري ريت by applying equation 33. أريد أحسب الكابيلاري ريت أو الـ H. راح يساوي الـ S يساوي 2 سيجما كوساين ثيتا على R. هذا الـ gravitational acceleration وهذا الـ delta rho. راح يكون الـ capillary rate يساوي 75.9 فوت أو 1766 سنتيمتر. الآن capillary pressure of reservoir rock the interstitial phenomena described above for a single capillary tube also exists when a bundle of interconnected capillaries of varying size exists in porous medium. خلينا نكون دقيقين بهذه الجملة. الظاهرة اللي شرحناها بالأعلى كلها كانت تعتمد على كابيلاري تيوب واحد. خلينا نشرح الظاهرة على كابيلاري تيوب واحد. تخيل إن وسط المسار يتكون من شبنة bundles أو حزم هذا من العوامل الشعرية المتصلة بأحجام مختلفة. إذن تخيل يعني تخيل نفس المكان واحد من العوامل الشعرية المتصلة من مختلف الأحجام. إذا كان ما أثر ذلك إذن من أثر الصيام بتكون أثر الصيام من أثر الصيام هذا الأثر الصيام
control the temperature and precipitation. Bien. El carro lo que voy a hacer es que me haga una carrera de Sí. الموجودة في الوسط